ورح نبقى بالموضة بس مع دار لابورجوازي يلي عرض مجموعة جديدة من تصاميمه لخريف وشتاء 2019 وكان عنوانها Sparkling and Shining. الكولكشن هدي عم نقدمها هلا 2019 خريف وشتاء 2019 تقريبا تام تبعنا هيدي السنه اخذين شوي من فكره السبيس بس ما شغلينا كثير بطريقه تقليديه وهالشيء كان واضح بهالميتاليك دريس القصير من قدام مع لونج تيل باللون الجولد والبلاك سترابس والاكيد انه ما نسيوا الوان الرينبو يلي اعتمدوها لفستان باللونج سليفز واستخدموا البلت ليحددوا الخصر اكثر اخذين فكرة الألوان شغلين على البلاك على الكحلة على طريقة الشك شوي اللي بتحسيها كأنها مثل الستارز بس بنفس الوقت محافظين على الستيل تبعنا نحنا واستوحوا من النايت سكاي ألوان هالقطعة اللي تزينت بالجلتر والريش يلي شفناه كمان بفساتين ثانية على الأكتاف وعلى الخصر بتشوفي لأنه من القصص اللي كتير ترندي هيدي السنة هي الريش أكيد اشتغلنا عليه الميكساج بين الجولد والسيلفر كمان ونحن هيدا الشيء اوريدي معروفين فيه وشي شوي جديد على السوق بنفس الوقت ترندي هلأ والجمسوس كانت حاضرة بقوة بهالمجموعة وطغى عليها الجليتر والدارك كولرز مع لمسة من السيلفر والجولد ومو بس الغوامق كانت متواجدة فشفنا النود والأصفر بأكثر من موديل واحتل الجرين جزء كبير من الكولكشن بدي لهم ألف مبروك للا بورجوازية عن جد هن عندهم معزة كتير خاصة بقلبي الشو روعة وبتشوفي كمان كان في كتير ألوان متعددة وأكثر شيء لفت لي نظري الأخضر وعروس هالدار طلت على أنغام فيروز بفستان كله شك على شكل تري برانشز وليفز مع بيج هيد بيس ولونج تيل